السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله نكمل معانا النهارده البري اوبرتيف اسيسمنت الجزء الثالث، وبنتكلم على الهيباتوبيلاري سيستم. الحاجات اللي جايه كلها حاجات سهله، يعني لما اتكلم على الهيباتوبيلاري سيستم او الاندوكرينال سيستم او البلاد ديزيزز، فالحاجات دي كلها سهله، مش محتاج منك بس غير انك انت تعرف معلومات بسيطه عنها مش اكتر. انا دلوقتي بتكلم على الهيباتوبيلاري سيستم، يعني دلوقتي عيان داخل عنده مرض، عنده سوري داخل يعمل عمليه، وانت عاوز تطمن على الهيباتوبيلاري سيستم بتاعه، عاوز تطمن على الليفر فانكشن، يا ترى الليفر ده فيه مشكله ولا ما فيهوش مشكله. واحنا اتفقنا اي عيان بتيجي تعمل له اكزامينشن بتتكلم عن 3 حاجات، بتتكلم عن الهيستوري اللي هو التاريخ المرضي بتاعه، تاريخ الادويه، تاريخ العمليات، تاريخ الالرجي من اي ديزيز او من اي سوري من اي دراج وهكذا. تاني حاجه بتتكلم على فيزيكال اكزامينشن، يعني انت بتفحص العيان ده. تالت حاجه تعمل له شويه اختبارات لابوراتوري انفستيجيشن. هنا برضو مش هنختلف وهنقول نفس الكلام. بالنسبة للهيستوري فأنا بتكلم على هيباتيك فانكشن، يعني أي حاجة زمان ممكن تأثر على الليفر بتاعه، كله كلام سهل. عيان عنده جوندس، كان عنده قبل كده صفرة، عنده قبل كده هيباتيتس، عنده قبل كده هيموليتيك انيميا، عنده قبل كان عنده بارازيتيك انفكشن، اي بارازايت، بكتيريال انفكشن مثلا ممكن تاثر على الليفر، بيلاري ستون، عنده اي حصوات في القناه المراريه او في الجول بلادر، عنده بنكرياتيتس، لان البنكرياتيتس دايما اسوشيتد مع اي ليفر ديزيز، الانزيم ديفيشنسي برضه اسوشيتد مع اي ليفر ديزيز. فاهمني؟ كل حاجه هيستوري ممكن تدل ان العيان ده عنده اي مرض في الليفر او عنده اي مشكله في الليفر، او حتى كان عنده عيان مثلا اتنقل له دم قبل كده، عيان قبل كده كان بياخد الكحول، عيان مدخن برضه نفس الفكره، عيان مثلا خد انستيزيا مثلا والانستيزيا اثرت على الليفر بتاعه فدخلته في هيباتوتوكسيستي وهكذا. كل الكلام الهيستوري ده مجرد ما انت هتشوفه قدام عينك هتعرف ان هو ايه، ان هو ده المطلوب. طب تعال على الفيزيكال اكزامينشن. عيانين الاكيوت ليفر فيلير بيظهر عليهم كذا علامه، مش مطالب منك قوي تعرف ايه اسباب العلامات ديت، لكن انا هقولها لك سريعا. وخلي بالك انا بنقل لك من على وش القفص زي ما بيقولوا، احنا مش بنشرح الكلام بالتفصيل لانه مش عليك. عيان الاكيوت ليفر فيلير اول علامه بتظهر عنده هي الجوندس، بيبقى عنده صفره. تاني حاجه بيبقى عنده اسايتس. تالت حاجه اديما، ما هي الاديما جايه من الاسايتس. بيبقى عنده ماسل ويستنج، لان عيان الليفر ديزيز بيبقى عنده نسبه الاندروجين بتقل ويبدا نسبه الاستروجين بتزيد عند العيان ده، فعشان كده تلاقي عنده ماسل ويستنج، تلاقي عنده تستيكولار اتروفي، بدا يحصل اتروفي في التستيكلز علشان الاستروجين النسبه بتاعته عليت اكتر، يحصل بالمر اليسيما وسبايدر انجيوما. البالمر اليسيما ديت معناها احمرار في كف الايد، سبايدر انجيوما معناها دايليتيشن في الكابيلاريز اللي موجوده في جسمه. طب ايه سبب الكلام ده؟ عيان الليفر ديزيز بيطلع منه فازو دايليتيشن ماتيريال، نيتريك اوكسيد. دايما عيان الاكيوت ليفر فيلير بيطلع من جسمه نيتريك اوكسيد، بتزيد في جسمه، والنيتريك اوكسيد ديت فازو دايليتور، بتوسع البلد كابيلاريز والبلد فيسلز، فعشان كده تلاقي العيان ده عنده بالمر ايرسيما وعنده سبايدر انجيوما. عنده جاينيكوماستيا. جاينيكوماستيا معناها تسدي. التسدي ده ان حجم البريست عنده بيكبر، اشمعنى؟ علشان نفس الفكره الاستروجين بيكون ايه؟ بيكون عالي، فانت تلاقي عيان الليفر فيلير شعره ناعم قوي، عنده تسدي، بطنه كبيره، تستيكولار اتروفي، يبدا صوته يخف شويه لان زي ما اتفقنا الاندروجين واطي والاستروجين ايه؟ والاستروجين عالي. طيب ده جميل، تعالى كده نكمل. العيان ده بيبقى عنده ايه تاني؟ بيبقى عنده بورتال هايبرتنشن. بورتال هايبرتنشن معناها زياده الضغط في الوريد البابي الكبدي. طيب لما بيحصل بورتال هايبرتنشن اللي بعد كده ممكن يحصل البورتال هايبرتنشن ده، انت عندك دلوقتي البورتال فين بيتكون من حاجه اسمها سوبيريور ميزنتريك فين وسبلينيك فين. السبلينيك فين ده الفين اللي جاي من السبلين، والسوبيريور ميزنتريك فين ده اللي جاي من الانتستين، الاثنين بيتحدوا مع بعض ويدوك البورتال فين. طب لما ضغط الدم يعلى في البورتال فين الدم هيرجع لمين؟ هيرجع للسبلينيك فين وللسوبيريور ميزنتريك فين. عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي ان السبلين عنده اتضخم، حصل سبلينوميجالي. طب المعلومه الثانيه، لما الدم بيرجع للسوبيرو ميزنتريك فين انت عندك كده ضغط الدم عالي قوي، يعني هو اصلا عالي، البورتال فين ضيق فالدم اللي رايح له مش قادر ان هو يخش فيه، فبيرجع تاني لمصدره الاساسي اللي هو السوبيرو ميزنتريك والسبلينيك فين. فعشان كده تلاقي يحصل حاجه اسمها اوبننج للايه، للبورتو ارتيريال شانت، او بنسميها الارتيريو فينوس شانت. ايه الكلام ده؟ انت عندك جسمك بشكل عام في وصله ما بين كل الارتريز او اماكن معينه في جسمك فيها وصلات بين الارتري وبين الفين، انت عارف ان دم الارتري مستقل عن دم الفين. في اماكن معينه في جسمك دم الارتري بيلتقي مع دم الفين، لكن الوصله اللي ما بينهم دي مقفوله، فلما ضغط الدم يعلى في الفين الضغط ده هيفتح الوصله ديت. الاماكن ديت البايلز مثلا، البواسير، البواسير الفينس بلكسس اللي موجوده في منطقه الريكتم ده عباره عن فينات فينز متصله بارتري، لكن الطريق بينهم مقفول، يعني هما الاثنين زي مثلا تكون انت باني حيطه بين الارتري والفين، بس الحته دي مقفوله، لما الضغط يزيد الحته دي بتتكسر،
صح؟ انت حسبها بالطريقه دي. انت عندك الارتري والفين بينهم واصله مع بعض بحاجه اسمها شنطه، الشنطه دي مقفوله، لما الضغط جوه البورتا الفين بيعلى هيزيد الضغط في كل الفينز اللي في الجسم، فتروح الشنطه دي مالها مفتوحه. طب لما تتفتح ساعتها بيحصل ايه؟ ساعتها بيحصل بايلز، بيحصل بواسير، بيحصل اوسوفجيال فاريسز، دوالي مريء، بيحصل ايه؟ حاجه اسمها كابوت ميدوزا. الكابوت ميدوزا ديت اللي هي ايه، حاجه عامله زي بيسموها وش العفريت كده، حاجه عامله زي دايليتد كابيلاريز او دايليتد فينز موجوده حوالين السره، تمام؟ اعمل عنها سيرش على جوجل وشوف شكلها عامل ازاي. انا بس بوضح لك كلمه كابوت ميدوزا يعني ايه وسبلينوميجالي يعني ايه. طيب بليدنج ديس اوردر، كلنا متفقين وكلنا عارفين ان الكواجليتيف فاكتور بتتصنع عن طريق الليفر، فلما دلوقتي يحصل اي مشكله في الليفر الكواجليتيف فاكتور هتقل، فلما تقل يحصل بليدنج ديس اوردر. بعد كده الليفر سايز بتطمن عليه، هل فيه هيباتوميجالي ولا لا، هل فيه شرينكج في الليفر ولا لا، لان الليفر عندك ممكن يبقى كبير قوي في حاله الهيباتوميجالي، ممكن يبقى صغير لو حصل له فيبروز وحصل له شرينك. بعد كده الانفستيجيشن بتطمن على الليفر انزيمز، تطمن على السي بي سي، السيرم الكترولايت، الكواجولوجرام، تطمن على الكواجولاتيف فاكتور، لان زي ما اتفقنا الليفر هو اللي بيصنعها وهكذا. طيب عندك بعد كده معلومه يقول لك حاجه اسمها تشايلد باك سكورنج سيستم. ايه الكلام ده؟ ديت بيقول لك ان انت بتجمع كلام كله الكوميونتي بقى او كلام احصاء، بتجمع مجموعه من الامراض او مجموعه من الاعراض اللي انت لو لقيتها عند العيان ده، وبتعمل كل عرض ببوينت معينه، تفاصيله مش عليك، لكن هو قال لك لو انت جمعت الاعراض دي كلها ولقيت ان هي وصلت بوينت من 5 ل 6، تمام، فده بنسميه كلاس ايه، من 7 ل 9 كلاس بي، 10 ل 15 كلاس سي، وبيقول لك نسبه الوفاه في كلاس ايه من 10 ل 10%، دول الحاله تعتبر مايلد شويه. نسبه الوفاه في كلاس بي من 7 ل 9 31%، نسبه الوفاه في كلاس سي من 10 ل 15 ودول 76 ايه في المية. فهو بيقول لك بقى تحت كده لو نزلت شويه هيقول لك لو انت لقيت عيان كلاس ايه او بي، معنى كده ان العيان ده لا مايلد لا مودريت، لكن لو كلاس سي فالعيان ده ايه؟ العيان ده داخل في سيفير فيتال ديزيز، لان هو نسبه الوفاه بالنسبه له 76%، العيان ده اصلا بيموت. فعشان كده لما تلاقي العيان تشايلد ايه او تشايلدز بي، ساعتها العيان ده ايه؟ العيان ده ممكن تدخله العمليه، لكن الاول حاجه بتعالج كل المشاكل اللي عنده. هو كتب لك اسايتس وكواجيولوباسي، طيب اي مشاكل في الليفر انت بتعالجها الاول او تحاول ان انت تعمل لها امبروفمنت وبعد كده تدخله العمليات. انما لو تشايلد سي انت ما ينفعش تدخله العمليات بحالته دي، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتبوستبون العمليه خالص، هتاجلها تماما لحد ما ايه، لحد ما حالته تتحسن. ده الحته اللي كنت عاوز اقولها. اطلع فوق شويه، هنا بيقول لك برضو انت ازاي هتتصرف مع عيان عنده اكيوت هيباتايتس او كرونيك هيباتايتس. اي عيان عنده اكيوت ديزيز ما ينفعش تدخله عمليات، الكلام ده احنا متفقين عليه، تمام. لازم الاول تعمل ايه؟ لازم الاول يعني تحاول ان انت تعمل امبروفمنت في الجنرال كونديشن بتاعته، نفس اللي بيقوله لك. عشان كده بقول لك لو عيان عنده اكيوت هيباتايتس اجل ايه، اجل الالكتيف سيرجري. يعني لو عيان هو اللي مختار يعمل العمليه، لا قول له استنى كده شويه لحد ما ايه، لحد ما نظبط دنيتنا. عيان عنده كرونيك هيباتايتس نفس الفكره، بس انت بتبدا ان انت تحسن المانيفستيشن اللي عنده. نفس الكلام هو بيقول لك ازاي بتحسنها، بتدي له فلويد، بتدي له لاكتولوز، بتدي له انتيبيوتيك. اللاكتولوز مفيد جدا في حالات الكرونيك هيباتايتس، وكمان انت بتحاول ان انت تعمل ايه، ترجع او ترستور الكواجليتيف النورمال كواجليتيف ايه فاكتور اللي عنده. برضو الكلام ده مش كومن ان انت تسال عليه قوي، لكن هو ايه معلومات عامه على فكره كلنا بنقولها.